بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطلبات الصف الثالث الثانوي من متابعي منصة الإسكولة التعليمية، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات. النهاردة هناخد فرع الاستاتيكا وهناخد من الوحدة الثالثة الدرس الثاني اللي عنوانه اتزان مجموعة من القوى المتوازية المستوية. يعني إيه؟ يعني مجموعة من القوى هتكون عندنا متزنة بس بشرطين. الشرط الأولاني إن خطوط عملها كلها تكون متوازية، مش بتتقابل في نقطة واحدة. الشرط الثاني ان خطوط العمل دي كلها تقع في مستوى واحد. طيب نفسر اكتر. درسنا النهاردة بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على قضيب، وليكن اسمه ألف ب زي ما احنا شايفين كده. القضيب مرتكز على وتدين ألف وب، يعني دول كأنهم ايدي اليمين وايدي الشمال، هما الوتدين. القضيب ليه وزن، الوزن بيأثر في نقطة منتصفه لو كان القضيب منتصف. طيب في الحالة دي القضيب بيتزن ازاي؟ اولا بيبقى فيه ضغط من القضيب تحت تأثير الوزن ده على كل من الجزء الاولاني والجزء الثاني، او رد الفعل الاولاني ورد الفعل الثاني، او الودد الاول والودد الثاني. طيب القضيب لما بيضغط على كل وتد ايه اللي بيحصل من الوتد؟ الوتد بيأثر عليه بقوة عكسية اللي هي قوة رد الفعل. في الحالة دي بيبقى قوة خط عمل قوة رد الفعل اللي هنا والضغط على القضيب، الاثنين بيكونوا متوازيين وخط عملهم على استقامة واحدة وبيكونوا متساويين. يبقى معنى كده ان القضيب لما بيرتكز على الوتدين بيبقى فيه رد فعل ره واحد مثلا في الحتة دي كده لفوق رأسي الأعلى، وفي رد فعل ره اتنين مثلا لفوق هنا كده، بيبقى دول اللي هم القوى المؤثرة على القضيب. في كمان قوة تالتة مهمة اللي هي تعتبر قوة وزن القضيب اللي بتأثر رأسي الى ايه؟ الى اسفل. طيب لو اتزن القضيب، يعني ايه اتزن القضيب بقى؟ يعني في وضع الاتزان بتاع القضيب بيبقى فيه شرطين مهمين قوي. محصلة القوة اللي بتأثر على القضيب بتساوي صفر. لو اخدت الشرط الثاني، لو اخدت العزمة حوالين اي قوة اي نقطة هنا او نقطة هنا، يبقى محصل يبقى مجموع العزوم للقوة دي حول اي نقطة بيساوي ج مثلا برضه هيساوي ايه؟ صفر. يبقى عندي شرطين مهمين قوي، محصلة القوة اللي بتأثر على القضيب بتساوي صفر، وعزم مجموعة القوة دي حوالين اي نقطة على القضيب برضه بتساوي ايه؟ صفر. طيب بفرض ان هو قال لي ايه؟ هنيجي من النقطة دي مثلا هنحط ثقل كمان زي ده، هنحط ثقل كمان، ايه اللي هيحصل لما احط ثقل كمان؟ هلاقي القضيب هيدور حوالين النقطة دي، وفي الحالة دي رد الفعل اللي في الحتة دي يعني كده هيتلاشى، هيبقى ايه؟ صفر. وفي الحالة دي برضو لو قال لي مثلا القضيب متزن تحت تأثير هنا في وتد وهنا في خيط، مفيش وتد يعني هنا في خيط، ولو حطيت برضو ثقل في الحتة دي ايه اللي هيحصل؟ القضيب هيدور حوالين رد الفعل اللي هنا، والخيط اللي هنا هيحصل له ايه؟ هينقطع او هيتلاشى. طبعا كل اللي انا بقوله ده مجموعة من النقاط المهمة للدرس، لكن هتوضح اكتر من خلال مجموعة من التمارين والامثلة اللي هناخدها النهاردة. عشان كده بنقول خليكم معانا ويلا نبتدي. لو قلنا عندنا في قضيب بالشكل ده، نقطة تأثيره بتأثر في نقطة جيم اللي هو نقطة الوزن، وبعدين في القضيب ده مرتكز على حاملين اللي هم عند ألف وعند ب، يبقى معنى كده ان القضيب بيأثر على الحاملين بقوة ضغط. في الحالة دي يبقى معنى كده ان الحامل بيأثر على القضيب بقوة رد فعل، هيبقى رد الفعل عند نقطة ألف هنسميه ره واحد، ورد فعل عند نقطة ب هنسميه ره اتنين. طيب القاعدة بتقول ايه؟ لو اتزن القضيب تحت تأثير مجموعة من القوى المتوازية المستوية، في الحالة دي بنسمي القوة دي اسمها قوة متوازنة، قوة متوازنة، القوة دي هتبقى اسمها مجموعة من القوى المتوازنة. فإن لازم تحقق عندي شرطين أو يوجد عندي شرطين. رقم واحد، محصلة القوة دي كلها بتساوي صفر، اللي بتأثر على القضيب بتساوي صفر، سواء كانت المجموعة العليا أو المجموعة السفلى. أو الشرط الثاني، مجموع القياسات الجبرية لعزوم هذه القوة حول أي نقطة أنا أختارها ألف أو نقطة ب أو نقطة ج تساوي صفر. طيب لو اتزن القضيب ألف ب تحت تأثير مجموعة من القوة المتوازية المستوية زي ما قلنا قبل كده، فإن رد الفعل عند كل حامل يساوي الضغط الواقع عليه، زي ما قلنا كده بيكون في اتجاه عمود عليه، يعني هنا الضغط هنا بيساوي رد الفعل، والضغط هنا الضغط على الحامل بيساوي رد فعل ايه؟ الحامل على القضيب. الحاجة التانية،
عندي فيه حاجتين مهمين قوي. لو انا جيت حطيت عند طرف القضيب في الحته دي كده ثقل مقداره كاف، ايه اللي هيحصل؟ يبقى معنى كده القضيب هيدور حول نقطه الف ورد الفعل حوالين نقطه ب هينعدم او هيتلاشى او هيساوي صفر. يبقى معنى كده اخلي بالي من الالفاظ اللي هو بيقول عليها في المساله. طيب لو غير في المساله وقال لي بقى القضيب متزن اصلا تحت ايه؟ تحت هنا في على الوتد اللي عند نقطه الف، وهنا كمان ما فيش وتد، امال في ايه؟ مربوط القضيب هنا عشان نحافظ على اتزانه بخيط او حبل، وهنا في الحبل او الخيط بيبقى اكيد في قوه شد. جميل، لكن في الحاله دي القضيب متزن. تمام، يبقى معنى كده بيقول ايه؟ لو احنا حطينا برضو عند نقطه نون اللي هي عند طرف القضيب ده ثقل مقداره كاف، ثقل مقداره كاف، ايه اللي هيحصل؟ يبقى برضو القضيب هيدور حوالين نقطه الف والشد في الحبل هيتلاشى او هينقطع او هيساوي صفر او هينعدم. تعالوا نشوف الكلام ده من خلال مجموعه من الامثله. بيقول ألف بي قضيب منتظم. منتظم يعني ايه؟ يعني وزنه يؤثر في منتصف، هو كمان هو بيقول وزنه يؤثر فين؟ في المنتصف. القضيب ده طوله كام؟ 150، يعني في النص هيبقى هنا فيه 75 و75، وزنه 140. تمام، يرتكز. يرتكز يعني ايه؟ يعني في حالة اتزان، في وضع افقي على حاملين احدهم عنده نقطة ألف والتاني عنده نقطة جيم. جميل، الحامل التاني بيبعد عن نقطة جيم بمقدار كام؟ 25 سنتي. تمام كده، اوجد الضغط على الواقع على كل من الحاملين ثم عين مقدار الثقل الذي يجب تعليقه عند ب. المساله هنا مقسومه لكام حاجه؟ اللي مقسومه من حاجتين. خلينا نشتغل الجزء الاولاني. الجزء الاولاني في الحاله الطبيعيه اللي موجود عندي القضيب ده بيرتكز على حاملين عنده نقطه الف، عنده نقطه الف وعنده نقطه جيم اللي بتبعد عن ب بمقدار 25 سنتيمتر. طيب هو هنا وزن القضيب بيؤثر في منتصف، ويبقى كل دي كام؟ 75، وكل دي كام؟ 75. طب جيم بتبعد عن ب بمقدار كام؟ 25. يبقى الباقي هنا جيم ده اللي يعتبر بكام؟ ب 50 سنتيمتر. ومهم قوي ان انا اسجل المعطيات دي على الرسم بتاعي عشان هتساعدني من الرسم. هو هنا بيقول لي القضيب يرتكز على في وضع افقي على الحاملين دول، يعني معنى كده هقول له والله القضيب كده دلوقتي في وضع اتزان، يبقى مجموعه القوى اللي بتاثر على القضيب مجموعه متوازنه، يبقى محصلتها بتساوي صفر. مجموعه القوى العليا بتمثل ايه؟ ر واحد زائد ر اتنين. طب مجموعه القوى السفلى بتمثل ايه؟ بتمثل الوزن اللي هو يعتبر كام؟ 140. يبقى هقول له في حاله القضيب في حاله اتزان يبقى ر واحد زائد ر اتنين هيساوي الكام؟ 140. كده الشرط الاولاني اتحقق بتاعي. يبقى اولا ر واحد زائد ر اتنين بيساوي كام؟ 140. تمام. طيب تاني حاجه هجيب العزم حول اي نقطه بحيث اعدم النقطه الثانيه، يعني معنى كده لو خدت العزم حوالين جيم، حوالين جيم يبقى هنا ر كده مش موجود، يبقى هجيب هنا ايه؟ ر، وهجيب هنا ايه؟ واو. وخلي بالك عزم، يبقى خلي بالي من قاعده الاشارات. تمام، هنا هنختار مثلا نقطه جيم، هاخد العزم حوالين نقطه جيم، يبقى خلاص ر 2 دي مش موجوده. طيب نشوف القوى بقى اللي هتلف حوالين نقطه جيم. ر 1 هتلف حوالين نقطه جيم كده فين؟ في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة، يعني بالاتجاه الايه؟ الموجة. يبقى معنى كده ر واحد في بعد اللي هو الذراع العزم كله بعد نقطة جيم عن نقطة ألف كام؟ 75 زائد 50 اللي هو كام؟ 125. يبقى كده بنقول ر واحد في 125، وبعدين نشوف بقى القوة التانية اللي هي قوة الوزن هتلف ازاي؟ قوة الوزن هتلف كده حوالين نقطة جيم، يبقى ايه؟ مع اتجاه حركة عقارب الساعة، يعني مع الاتجاه الايه؟ السالب. يبقى معنى كده هيبقى سالب 140 في بعدها عن نقطة جيم اللي هو كام؟ 50. تمام كده؟ بس يبقى معنى كده ايه اللي مجهول عندي؟ كده جبت العزم حوالين نقطة جيم، يبقى العزم حوالين نقطة جيم طلع بكام؟ بصفر. يبقى هنا في ر واحد موجود اللي هي رد الفعل الاولاني ده موجود اللي هو عايز انا عايز اجيبه، يبقى ر واحد في 125 بتساوي هضرب ال 140 في 50، يبقى معنى كده ان ر واحد هتطلع بكام بعد ما اقسمها؟ تطلع ب 56 نيوتن. اعوض عن ر واحد ب 56 نيوتن في المعادله الاولانيه دي كده عشان اجيب ر 2، يبقى ر 2 هتساوي 140 ناقص 56، يبقى ر 2 بتساوي كام؟ 84 نيوتن. يبقى كده انا جبت المطلوب الاولاني. تمام، بيقول لي كده لغايه هنا. ثم عين مقدار الثقل الذي يجب تعليقه عند نقطه ب. حاجه عند نقطه ب هنا واحط ثقل، الشكل عامل عندي كده، مع ان كل اللي ايه المعطيات زي ما هي مفيش حاجه اتغيرت، بس اللي اتغير عندي ايه؟ ان عندي نقطه ب كده هحط ثقل جديد اللي هو يعتبر هنا كام؟ كاف. تمام،
حتى يكون القضيب على وشك الانقلاب. تمام، لما احط هنا ثقب يبقى القضيب على وشك الانقلاب، يبقى القضيب هيدور فين؟ حول النقطه القريبه دي، يبقى هيدور حول نقطه ج، وحوالين ر واحد هيحصل له ايه؟ هينعدم او هيتلاشى، هيبقى ر واحد بيساوي كام؟ صفر. وارجع تاني اجيب نفس الخطوتين اللي احنا جبناهم قبل كده، يعني معنى كده هنجيب المحصله هيبقى ر 2 بس اللي فوق عباره عن كام؟ 140 زائد كام؟ جميل اهو، يبقى ر 2 هتساوي 140 زائد كام. طيب بعد كده هنجيب العزم حول نقطه ج، نجيب العزم حول نقطه ج اللي جبناها فوق، يبقى معنى كده دي مش موجوده خلاص، ال 140 القوه 140 بس هي اللي موجوده. هتلف ازاي؟ هتلف كده في الاتجاه مع اتجاه حركه عقارب الساعه، يبقى بالسالب، يبقى سالب 140 في 50. طيب القوه كاف اللي هو عايز يجيبها، هتلف في الاتجاه ده، يبقى في عكس اتجاه حركه عقارب الساعه، يبقى بالاتجاه الايه؟ الموجب، يبقى موجب كاف في 25. خلاص جبنا العلاقه اهي، هنساوي العزم حول النقطة ج بتساوي صفر حسب القاعدة اللي بتقول عندنا، يبقى 25 كاف هتساوي هضرب سالب 140 في 50 تطلع سالب 7000، واقسم على 25 يبقى جبت ايه؟ قيمة الثقل اللي هو عايز يعلقه طلع 280 نيوتن. اعوض بقى بص بقيمة الثقل دول عشان اجيب رد الفعل في الحالة التانية، يبقى رد الفعل في الحالة التانية بيساوي كام؟ 420 نيوتن. نشوف مثال تاني، بيقول لي ارتكز قضيب طوله 100 سنتيمتر ووزنه 100 نيوتن. طيب نرسم القضيب اهو، القضيب طوله كله 100 سنتيمتر، تمام، وزنه 10 نيوتن يؤثر في النص، خلاص الوزن هنا بيؤثر في النص، يبقى كل ده 50 وكل ده 50. تمام، في وضع افقه على حاملين احدهما عند الطرف ب، يبقى في حامل هنا عند الطرف ب والاخر عند نقطه ج تبعد 25 سنتيمتر من نقطه ب، يبقى هنا الثاني عند نقطه ج اللي بتبعد 25 سنتي من ايه؟ من نقطه ب. تمام، ما هو الثقل الذي يجب تعليقه من الطرف ب؟ هنيجي من الطرف ب كده هنحط ثقل بحيث تصبح قيمة رد الفعل عند الحامل القريب اللي هو ده من هذا الطرف مساويا 6 امثال قيمتها عند ايه؟ عند نقطة الف. يعني معنى كده ان ر دي هتساوي 6 امثال من ر واحد، هو قال كده، بحيث يكون رد الفعل عند النقطة القريبة بيساوي 6 أمثال قيمتها عند النقطة ايه؟ النقطة ألف. خلاص يبقى احنا ممكن ايه نقول ان المجموعة اللي فوق دي اللي هي ر واحد وره اتنين عبارة عن ر واحد زائد 6 ر واحد، عوضت ب ر اتنين بستة ايه؟ ر واحد، بتساوي كام؟ بتساوي العشرة اللي هي المجموعة السفلى زائد الايه؟ زائد الكاف. تعالوا نشوف الخطوات اهو، يبقى معنى كده ان ر ا زائد ر ج، هنشتال ر ج دي ونحط مكانها 6 من ر ا، يبقى معنى كده ان هنا كده 6 وهنا في ر ا بكام؟ ر ا هنا تعتبر بواحد، يبقى كلها تطلع بكام؟ ب 7 ر ا بيساوي 10 زائد كام، ونسمي العلاقه دي رقم كام؟ رقم 1. تمام، طيب احنا كده جبنا ايه؟ جبنا المحصله، يبقى فاضل ان احنا نجيب الايه؟ نجيب العزم. هنجيب العزم حول نقطه ب ونشوف ايه اللي هيحصل. هنجيب العزم حول نقطه ب، يبقى كاف مش موجوده عندي، هنبتدي نحسب كل واحده والتانيه. ماشي، يبقى ر واحد هتدور كده، يبقى ر واحد بالموجب في من كل قضيب بقى من هنا من ا لب كل قضيب بكام؟ ب 100، يبقى ر واحد في 100. طيب العشرة هتدور كده، يبقى مع اتجاه عقارب الساعة، يبقى سالب عشرة في من ده لغاية ب 50 سنتيمتر. طيب ر اتنين بكام؟ ر اتنين بستة ر واحد، جميل، في هتدور برضو ر اتنين هتدور في الشكل ده، يعني هتدور بالاتجاه الايه؟ بالاتجاه الموجب، يبقى ر اتنين اللي هي ستة ر واحد مضروبة في كام؟ في 25. تمام كده؟ خلاص، يبقى عندي كم مجهول؟ يبقى عندي مجهول واحد اللي هو ر واحد، أو اللي هو ر ألف اللي هو عنده نقطة ألف. طب العزم بيساوي كام؟ مجموع العزم حوالين القوة دي حول نقطة ب بيساوي صفر. خلاص كده؟ يبقى نجمع 100 و 150 يبقى 250، ناقص 500 و 500 تروح هناك بإشارة مختلفة، يبقى إذا ر عند نقطة ألف بيساوي كام؟ بيساوي 2. طب عند نقطة ج بيساوي كام؟ 6 أمثاله، يعني 2 في كام؟ يعني 2 في 6 يطلع بكام؟ يطلع ب 12. وما هي قيمتي رد الفعل عند اذن؟ يبقى انا كده جبت ر واحد وره ايه؟ 2. طيب عايزين نجيب قيمه ايه؟ قيمه الكاف اللي هو الثقل. والله انا عندي العلاقه اللي فوق دي اللي هي كانت بتقول ان الكاف بتساوي 7 في رد الفعل عند نقطه ا، دي كده
ناقص الكام؟ ناقص العشرة من العلاقة الأولانية. أنا جبت اللي جبت الري بكام؟ جبت الري عند ألف باتنين، يبقى 7 في 2 ناقص 10 يعني 14 ناقص 10، يبقى كيف تطلع بكام؟ ب 4 نيوتن. بيقول ألف ب قضيب طوله 120 سنتيمتر ووزنه 60 يؤثر في منتصفه. جميل، القضيب طوله 120 يؤثر هنا في منتصفه، يعني الجزء ده من ألف لميم 60 ومن ميم لب كام؟ 60 برضه. يرتكز في وضع أفقي على حامل عند طرفه ب، عند طرف ب حطينا هنا حامل، تمام قوي، ويحفظ في حالة توازن بواسطة خيط رأسي مثبت من نقطة فيه تبعد 40 سنتيمتر من ايه؟ من ألف، يبقى حاجة عند من عند نقطة ألف هنا كده وابعد 40 سنتيمتر وحط هنا نقطة جيم، عشان هنا الشد في الخيط بيبعد 40 سنتيمتر منين؟ من نقطة ألف، تمام. عين قيمة الشد في الخيط والضغط على الحامل، عايز يجيب قيمة شين وقيمة ايه؟ الضغط على الحامل عند ايه؟ عند نقطة ب. هنقول له ماشي، القضيب بقى في حالة ايه؟ في حالة اتزان، يبقى معنى كده ان ايه؟ مجموعة القوى العليا هتساوي مجموعة القوى السفلى، يبقى شين زائد ر هتساوي 20 زائد 60، يعني كأني بقول شين زائد ر بتساوي كام؟ 80، ودي العلاقة الأولانية. على طول نجيب العزم حوالين اي نقطه اختارها عشان الغي القوه اللي عندها، يبقى هنختار العزم حوالين نقطه ايه؟ نقطه ب، ادي نقطه ب، هختار العزم حوالين نقطه ب، يبقى معنى كده بالنسبه للقوه 20 هتلف كده مع اتجاه حركه الساعه، يبقى معنى كده الاتجاه ده هيبقى سالب، يبقى 20 في 20 زائد 20 زائد 60 يعني 100. ماشي، طب القوة 60 نفس الحكاية في نفس الاتجاه، يبقى بالسالب، يبقى سالب 60 في 60، تمام. طيب بالنسبة للشد، الشد هيبقى في الاتجاه كده اللي هو الاتجاه الموجب عكس حركة عقارب الساعة، يبقى شين موجب في 20 و60 يبقى كام؟ يبقى 80، وتبقى دي معادلة الحركة اللي عندي. يبقى هنا في كم مجهول؟ يبقى مجهول واحد. هنا طبعا العزم حوالين النقطة ب بالنسبة للقوة يطلع بيساوي صفر، يبقى 80 شين هيساوي حجم ده واجمع ده يطلع في 5600، يبقى معنى كده هقسم على 80، يبقى قوة الشد اللي هو عايزها في الخيط تطلع بكام؟ ب 70 نيوتن. هعوض هنا في واحد عشان اجيب ايه؟ رد الفعل او قوة رد الفعل عند الحامل اللي هو ب، يبقى رد الفعل بيساوي 80 ناقص 70 يديني كام؟ يديني 10، كده جبت له ايه؟ المطلوب الاولاني. ونمسك بقى المطلوب الثاني، وما هو مقدار الثقل الذي يجب تعليقه من الطرف الف، هعلق من هنا من الطرف الف حتى يصبح القضيب على وشك الانفصال عن الحامل، يبقى معنى كده لو انا حطيت ثقل عند نقطة الف ايه اللي هيحصل قبل، وهي هي دلوقتي كده في حاله توازن، لكن لو حطيت ثقل ايه اللي هيحصل؟ يبقى القضيب هيدور حوالين نقطه شين، حوالين نقطه جيم دي، وقوه رد الفعل عند ب اللي هي البعيده مالها؟ هتنعدم. جميل، يبقى معنى كده القوه العليا في ايه بس؟ في شين بس، مفيش ر، يبقى شين هتساوي ايه؟ هتساوي ال 60 زائد ال 20 زائد الثقل الجديد اللي هو حاطه، وبعدين نجيب العزم، يبقى المحصله بتاعت القوه هتساوي شين واحد هتساوي شيء كاف زائد 80، وهنسميها العلاقة رقم 3. نجيب العزم حوالين نقطة جيم. طيب قوة قوة، والله نشوف كده القوة كاف هتمشي ازاي، هتدور ازاي، هتدور كده مع اتجاه حركة عقارب الساعة، يبقى هنا سالب كاف في 20 و20 40، وهنا سالب 20 في 20. طب هنا هتبقى هنا كده ضد حركة عقارب الساعة، يبقى موجب 60 في 20، طب هنا بصفر، خلاص كده طلعت ايه؟ المعادلة بتاعتي. يبقى هنا في عندي كاف بس هي المجهولة، اجيب كاف هتطلع بكام؟ بعد ما اقسم ال 40 تطلع بايه؟ ب 20 نيوتن. نعوض هنا عشان نجيب الشين اللي هو عايزه قوة الشد، يبقى 20 زائد ال 80 هتطلع بكام؟ ب 100. طيب بيقول ألف ب قضيب، ايه الجديد في المسألة دي؟ ان قضيب ماله غير منتظم. يعني ايه غير منتظم؟ يعني الوزن بتاعه مش هيأثر في المنتصف. طيب بيقول ايه؟ اذا ثبت عند طرف ب ثقل مقداره 1 نيوتن وعلق من ألف ثقل قدره 16 نيوتن، فان القضيب يتزن في هذه الحالة عند نقطة تبعد 30 سنتيمتر منين؟ من ألف. لغاية كده ده معطى، يبقى نقف كده ونمثلها. نقول تاني ألف ب، أدي القضيب أهو، أدي القضيب ألف ب،
غير منتظم، طوله كام؟ طوله 120، طوله 120، كل ده يعتبر 120 ماشي. طب فين الوزن بتاعه؟ بحط الوزن في اي حتة، الوزن هنا كده لكن مش في النص، مش في هنا، لان القضيب ماله مش منتظم، يبقى بحطه هنا الوزن بتاعه. بيقول ايه؟ اذا ثبت عند طرفه ب ثقل قدره واحد، هحطه من عند ب ثقل قدره واحد، ومن عند الف ثقل قدره كام؟ 16. يبقى في الحالة دي القضيب ماله بيتزن. إيه؟ بيتزن فين؟ في نقطة تبعه 30 سنتيمتر من ألف. يبقى باجي عند ألف كده وحط حامل أو حط حبل يشد القضيب عشان يتزن عند نقطة إيه؟ عند نقطة جيم. جميل. هنا كام؟ يعتبر 30 سنتيمتر. تمام. طيب إيه المجهول عندي؟ المجهول عندي حاجتين. المجهول أول حاجة إن قوة الوزن أنا مانيش عارفها، وبعدين بعد نقطة تأثير الوزن عن نقطة ألف أنا مانيش عارفها، عشان كده بفرض من هنا كده من أول الجزء ده لغاية الجزء ده، هقول له أفرض أن ألف دال اللي هي بعد نقطة تأثير قوة الوزن عن القوة 16 أو بداية القضيب هنا عند ألف بيساوي كام؟ 6 سنتيمتر. تمام. طيب ونحسب الحسبة بتاعي. طيب هو كل قضيب كام؟ كل قضيب 120 سنتيمتر من هنا كده لغاية كده. تمام. طب انت قلت لي نقطة التأثير هنا بتبعد كام؟ 30 سنتيمتر. يبقى من جيم لبه يعتبر كام؟ من جيم لبه يعتبر 90 سنتيمتر، عشان 90 و 30 يبقى كلهم يعتبروا كام؟ 120. طيب انا هنا لما حطيت البعد هنا من نقطة دال لنقطة ألف سين، بعد نقطة التأثير بسين. ليه؟ عشان هنا لما اجي اجيب العزم مش هختار اي نقطة، يعني ما ينفعش اختار هنا نقطة مثلا هجيب العزم من هنا. ليه؟ هيبقى هنا الجزء ده اصلا مجهول مش معروف بالنسبة لي، هيضايقني وهعمل عملية حسابية كتيرة. فانا بختار ايه؟ حاجة تكون سهلة بالنسبة لي. يعني ممكن اجيب الاول المحصلة. المحصلة بتساوي ايه؟ مجموعة القوى العليا اللي هي ر هتساوي 16 زائد واو زائد واحد، يعني كأني بقول ر بتساوي 17 زائد واو. وبعدين اجيب العزم حول نقطة ايه؟ اجيب العزم حول نقطة الف. ليه؟ لان هنا بالنسبة للر هتديني 30، وبالنسبة للواو هتديني 60، مش هتضايقني. طب بالنسبة للب هتديني كلها اللي هي كام؟ 120. يبقى كده سهلت على نفسي الامور. طيب نشوف الكلام اللي انا بقوله بالخطوات. اول حاجة بنقول المجموعة العليا من القوى المحصلة بتساوي 16 زائد واو زائد واحد، يعني ر بتساوي كام؟ 17 زائد واو، وبنسميها العلاقة رقم واحد. هنجيب العزم حوالين نقطة ألف زي ما قلنا عشان الأبعاد تبقى كويسة بالنسبة لي. يبقى معنى كده نجيب حاجة حاجة. طبعا 16 هتتلغى، نمسك الريح هتلف كده مع اتجاه حركة عقارب الساعة، يبقى بالسالب، سالب ريح في 30. طب بالنسبة لواو هتبتدي تشتغل كده ضد حركة عقارب الساعة، يبقى موجب واو في السين. طب بالنسبة لواحد زي الواو، يبقى موجب واو موجب واحد في 120. ادي العلاقة اللي عندي. تمام كده. طيب هنا بقى في كم مجهول؟ اولا دي كده هتبقى بصفر ماشي، هيبقى هنا في كم مجهول؟ مجهولين. انا عايز كم مجهول؟ عايز مجهول واحد. طب اعمل ايه؟ هعوض عن ر اصلا هنا بكام؟ ب 17 زائد واو، صح كده؟ يبقى هشتل ر هنا كده من هنا كده واعوض عنها بر هنا كده، عشان يبقى المجاهيل هنا كلها شبه بعض. نقول تاني، جيت اشوف المعادله دي كلها اتلقيت فيه مجهول رد الفعل ومجهول الوزن ومجهول البعد اللي هو سين، كتير قوي التلاتة دول. طب اتصرف فيهم ازاي؟ اعوض بالمعادلة رقم واحد اللي هي ر بتساوي 17 زائد واو. يبقى هنا في عندي كم متغير؟ 2. 2 كويس، اعرف اشتغل المعادلة. طيب يبقى هنا مكان الر هنكتب سالب 17 زائد واو في ال 30 اللي بره دي، زائد واو في سين زائد ال 120. نوزع ال 30 دي على القوس كله هنا كده، يبقى هنا في سالب 510 ناقص سالب 30 واو زائد واو في س زائد 120. والله هنا في واو وهنا في واو، ممكن اخدها عامل مشترك، اخدها عامل مشترك. اتفضل، س ناقص 30 ناقص 2510 لما زود عليها 120 بالموجب يديني 390. هتروح هناك باشاره مختلفه، يبقى واو بتساوي 390 واقسم على س زائد س ناقص 30، يبقى كده جبت ايه؟ قوة الوزن بدلالة المسافة. والله لو انا عرفت اجيب معادلة تانية برضو بنفس الشكل ده، يبقى انا كده سهلت على نفسي واقدر اجيب الوزن واقدر اجيب الايه؟ المسافة اللي انا عايزها. سي طيب ايه اللي حصل تاني؟ بيقول لي نفس المسألة بقى،
واذا نقص الثقل عند الموضوع عند الف وصار 8، يعني اللي هنا كده هشتل ده واحط واحد تاني قدره 8، فان يعني وما اتكلمش على نقطه ب، يبقى ساب نقطه ب زي ما هي، فان القضيب برضه هيتزن لكن عند نقطه تبعه كام؟ 40 سنتيمتر ايه من الف. يبقى معنى كده هنرسم رسمه جديده وكل حاجه هتتغير. اولا الف جيم بعد ما كانت 30 هتبقى كام؟ 40. رد الفعل في الحاله دي عندي جيم هيبقى رد فعل جديد، عشان كده بنسميه ايه؟ ر شرطه، رد فعل جديد مش رد الفعل اللي فوق ده. تمام. طيب يبقى في الحاله دي جيم ب هتتغير برضو، بعد ما كانت 90 بقت كام؟ 80، عشان كل ده كام؟ 120. الوزن زي ما هو انا مش عارف، وزن القضيب ما بتغيرش. تمام كده. يبقى في الحاله دي القوة العليا هتساوي القوة السفلى، يبقى ر شرطة هتساوي كام؟ 8 زائد واو زائد 1، يعني ر شرطة هتساوي 9 زائد واو او واو زائد 9. وبعدين نجيب العزم مره تانية حوالين نقطه الف عشان ال 8 دي مش هتبقى موجوده. يلا يبقى ر شرطة هتمشي كده بالسالب، ر شرطة في كام؟ في 40. طب الواو هتبقى واو في س. طب الواحد، الواحد برضو بالموجب هيبقى واحد في كام؟ 120. نفس الحكاية هنبتدي نعوض عن ر شرطة اللي هي اللي موجودة هنا كده باللي احنا عاملينها هنا كده اللي هي 9 زائد واو. تمام كده. وبعدين نعمل نفس الخطوات اللي فاتت في المعادلة التانية ونطلع منها ايه؟ واو س. يبقى واو س كده في العلاقة رقم كام؟ 4. العلاقة رقم 4 ورقم 3 خلاص يحل لي المعادلة. انا لو حطيت قصاد بعض، ما هو واو هنا بتساوي واو، خلاص كده يبقى هنا البسط بيساوي البسط والمقام على المقام. يعني معنى كده ممكن اختصر هنا على العشرة وهنا على العشرة، يبقى 39، وبعدين اختصر على التلاتة يبقى فيها هنا كده 13، واختصر هنا كده على التلاتة يبقى هنا كده فيها كام؟ يبقى فيها 8. طب والمقام هضرب ضرب تبادلي، بقى 13 تتضرب في س ناقص 40 وال 8 تتضرب في س ناقص 30، يبقى كده عندي مجهول واحد في س، اقدر اجيب الايه؟ اقدر اجيب قيمه الس. والله جبت قيمه الس، عايز اعوض بقى في المعادله رقم 4 ماشي، عايز اعوض في المعادله رقم 3 هتطلع نفس القيمه في الحالتين، الواو وزن يطلع بكام؟ ب 15 نيوتن. طيب نشوف فكرة تانية. بيقول في الشكل المقابل في لوح من الخشب هنا كده زي العمال بتوع النجارة أو بتوع البناء اللي احنا بنشيلهم بنشوفهم، يحملان لوح من الخشب طوله كام؟ 2 متر. طوله 2 متر، يعني طوله هنا كده يعتبر 200 سنتيمتر. منين لفين؟ من هنا لغاية هنا. تمام. ووزنه 16 ثقل كيلو جرام يؤثر في منتصفه، حاجة عند المنتصف هنا كده، وأقول له والله يبقى الوزن هيأثر في الحتة دي. تمام. يحمل صندوق وزنه 24 ثقل كيلو جرام، هنا كمان الرجلين دول بيحملوا هنا صندوق وزنه 24، الصندوق ده كيلو جرام. اوجد الضغط على كل كتف من كل رجل. تمام. يبقى كده نمثل كده بالشكل اللي احنا عارفينه، هنقول له والله هنعتبر الرجل ده هو كتف، هو الحامل الالف، والكتف الثاني هو الحامل ب. يبقى معنى كده رد الفعل عند الف هنا بتاع الرجل الاولاني، وهنا رد الفعل بتاع الرجل الثاني. تمام. طيب ايه اللي حصل؟ الصندوق ده وزنه كام؟ وزنه كان عنده نقطه جيم، وزنه 24، يبقى حطيت عنده نقطه جيم وزنه 24. طيب هنا وزن اللوح الخشب اصلا كام؟ اصلا 16 ويؤثر في منتصفه، يبقى هنا كام الوزن؟ كام؟ 16. يبقى هنا كده هنا في 100 سنتيمتر لغايه هنا، وبعدين من هنا كده في 100 سنتيمتر لغايه هنا. تمام. تمام. طب هو اداني المسافات دي، يعني قال لي راس الراجل دي بتبعد عن بدايه القضيب هنا ب 20، وبعد الصندوق عن ظهر الراجل ب 60. طب كل دي كام؟ كل دي 100، 20 و60 يبقى 80، يبقى اللي فاضل الحته دي كام؟ يبقى اللي فاضل الحته دي 20. طب الجنب الثاني الصندوق بيبعد عن الراجل ب 100 سنتيمتر. تمام. طيب الوزن هنا بيأثر بكام؟ ب 16، يبعد عن جنب كام؟ ب 20. طب هنا في النص. تمام كده.
طيب يبقى الجزء ده كله يعتبر كام؟ الجزء ده يعتبر كله 100. طب الحته دي كام؟ الحته دي 20. يبقى بعد الوزن اللي ما كانش موجود هنا 20 ناقص 100 يديني كام؟ يديني 80. كده انا فسرت المساله. ونشتغل بقى الشغل بتاعنا عادي. انت عايز ايه؟ عايز الضغط، يعني عايز ر واحد ور اتنين او ر الف ور ب. هقول له مجموعه القوى العليا بتساوي مجموعه القوى السفلى، يعني ر الف زائد ر ب هيساوي 24 زائد 16، يعني ر الف زائد ر ب هتساوي 40، ودي تبقى المعادله رقم كام؟ المعادله رقم 1. وبعد كده نجيب العزم حوالين اي نقطه، حوالين الف او حوالين ب عشان نلغي المجهول. تمام، هناخد العزم حوالين ألف عشان نلغي ره ألف، وبعد كده نجيب ره به ونعوض نطلع ره ألف. يبقى نمسك قوة كل قوة واحدة واحدة. ال 24 هتلف كده في عكس اتجاه عقارب الساعة، يبقى بالموجب، يبقى موجب 24 في 60، وهنا كمان زيها موجب 16 في 80. طب هنا عكسهم هتلف مع حركة عقارب الساعة، يبقى موجب سالب ره به في البعد بين ب وألف 60 و20 80 و80 يبقى كام؟ 160. هذه العلاقة اللي عندي. هنحط جيم ألف بتساوي كام؟ بتساوي صفر. يبقى العزم مجموع قوى العزم هتساوي صفر عند نقطة ألف، يبقى بتساوي هنطلع من هنا قيمة المجهول اللي هو رهبة. هنضرب ده ونضرب ده ونجمعهم على بعض وبعدين نقسمهم على كام؟ على 160. يبقى إذن رهبة تطلع بكام؟ ب 17. أخذ ال 17 كده وعوضها في الحتة دي هنا كده، يبقى إذن ره ألف تطلع 40 ناقص 17، يبقى ره ألف تطلع بكام؟ ب 23 سكن كيلو جرام. كده جبت المطلوب الإيه الأولاني. طيب بيقول ثم عين على أي نقطة من اللوح، أي نقطة من هنا يكون موضع كتف الرجل به حتى يتساوى الضغطين. يعني هنا بيقول إيه؟ عشان يكون الحمل على كتف الرجل ألف بيساوي الحمل على كتف الراجل به اللي هو الضغط هنا والضغط هنا، عايزين نشوف على اي نقطه من اللوح هنحط كتف الراجل به اللي هو ده. تمام، يبقى هنرسم رسمه تانية ونقول له هنفرض ان البعد بين كتف الراجل الاول وكتف الراجل الثاني بيساوي س اللي هو من ا ل ب. تمام، طيب بعد كده ايه اللي حصل هنا؟ بيقول ايه؟ على اي نقطه من اللوح يكون موضع كتف الرجل ب حتى ايه؟ يتساوى الضغطان. يعني معنى كده مش هيبقى في ر عند الف وره عند ب، هيبقى هنا ر وهنا ر، لان الاثنين مالهم بيساووا بعض. تمام ماشي. طيب الاطوال مش هتتغير، هي اللي مدهاني في المساله، ما عملناش حاجه جديده. امال هنعمل ايه؟ هنقول له نفس الحكايه، بس بدل ما اقول له ر الف زائد ر ب هقول له ر زائد ر، يعني يعتبر كام؟ 2 ر بيساوي ال 40 اللي هم 16 زائد كام؟ زائد 24. يعني 2 ر هيساوي ال 40، يبقى قيمه كل ر بكام؟ ب 20 و20. تمام، دي كده ايه؟ جبنا المحصله. طيب نجيب العزم، نجيب العزم حول نقطة ألف برضه ونشوف القوة اللي موجودة عندي. هنلاقي القوة دي هتمشي كده بالموجب، ودي كده هتلف برضه بالموجب، لكن دي هتلف بالإيه؟ بالسالب. يبقى الشكل العام عندي عامل كده زي ما قلنا، يبقى 2 ر بتساوي 40، يبقى معنى كده إن ر الوحدة هتساوي كام؟ 20. يبقى الضغط هنا 20 والضغط هنا 20. نجيب مجموعة العزم بتاع مجموعة القوة حول نقطة ألف، وزي ما قلنا كده 24 في بالموجب في 60، وهنا 16 في 80، وهنا ر هتمشي كده هتبقى بالسالب، يبقى ر تعتبر هنا كلها كام؟ يبقى ر في س اللي انا فارضها، اللي انا مانيش عارف مكانها لان الجزء ده طبعا مش معروف، وانا بجيب البعد حوالين نقطه ايه؟ نقطه الف. يبقى ر في البعد اللي انا فرضه هنا بكام؟ ب س سنتيمتر، ده اللي انا عايز اجيبه. طب تمام، والله هنضرب بقى 24 في 60 ونضرب 80 في 16 ونجمعهم على بعض، يبقى ناقص ر في ايه؟ في س. انا جايب ر اصلا من العلاقه رقم 3 بكام؟ ب 20. هحط هنا ر ب 20، يبقى 20 س هتساوي حاصل الجمع بتاع المقدار ده، هقسم على 20، يبقى ر س تطلع بكام؟ ب 136 سنتيمتر. يبقى معنى كده ان عشان يتساوى الحمل او الضغط على كتف الراجل الف وضغط وكتف الراجل ب، لازم يكون البعد بين الرجلين بيساوي كام؟ 136 سنتيمتر، او البعد بين كتف الراجل ب وبدايه اللوح
هنا كده هيساوي 156 اللي هم 136 زائد الكام العشرين حسب ما انت تختار. الاثنين يعتبروا صح. وبكده أعزائي طلبة الطلبات الثانوية العامة نكون انتهينا من تدريس درس اليوم من فرع الاستاتيكا من مادة الرياضيات، وكان عنوان درسنا اليوم اتزان مجموعة من القوى المتوازية المستوية. ما تنسوش تحت الفيديو بتاع الشرح هتلاقوا فيه 3 لينكات، اللينك الأول عبارة عن شيت أسئلة على موضوع الدرس، اللينك الثاني عبارة عن شيت إجابة على الأسئلة، اللينك الثالث عبارة عن اختبار تفاعلي لنظام التقويم الجديد بتاع المرحلة الثانوية. يعني الاختبار هتلاقوا فيه وقت محدد للإجابة، الاختبار هيتصحح الكتروني، في نهاية الاختبار هتلاقي الدرجة موجودة عندك عشان تقدر تقيم مدى استيعابك وفهمك لموضوع الدرس. ولا لقاء مع درس آخر.